السلام عليكم ورحمة الله. صرنا بالدرس 51، الوضع الثالث للمستقيمين. المستقيمين متقاطعين بنقطة. تمرين: عندي مستقيم ديمر من النقطة A ويقبل يو شعاع توجيه، ولدينا مستقيم آخر دي فتحة يمار من نقطة B ويقبل V شعاع توجيه. أثبت أنهما متقاطعان وأوجد إحداثيات نقطة التقاطع. أولاً، نكتب التمثيلات الوسيطية لكل من المستقيمين. د x يساوي 1 ضرب t، يعني t زائد 3. y يساوي 0 ضرب t زائد ناقص 1، يعني ناقص 1. z يساوي ناقص 2 t زائد 1. وبالنسبة للمستقيم د فتحة x يساوي، هون رح أغير اسم الوسيط، 2 S زائد 3. Y يساوي 1 ضرب S ناقص 3، يعني S ناقص 3. Z يساوي ناقص 3 S ناقص 1. الآن رح حل جملة المعادلتين حل مشترك. X يساوي X، بمعنى T زائد 3 يساوي 2 S زائد 3. برتب المعادلة t ناقص 2s يساوي الصفر، هاي المعادلة رقم واحد. أيضا الواي يساوي الواي، بمعنى s ناقص 3 يساوي ناقص 1، هاي بتعطيني s يساوي 2، وهي هي المعادلة رقم 2. أيضا z يساوي z، ناقص 2t زائد 1 ناقص 3s ناقص 1. هرتب المعادلة 3 S ناقص 2T زائد 2 يساوي الصفر، وهي المعادلة رقم 3. طبعا راح أعوض 2 بواحد وأحسب الT، إذا نعوض 2 في 1، T ناقص 4 يساوي الصفر، هي بتعطيني T يساوي 4. الآن نعوض الحل بالمعادلة رقم 3، إذا نعوض الحل في 3. 3 ضرب 2 ناقص 2 ضرب 4 زائد 2 لازم يطلع 0. 6 ناقص 8 زائد 2 ناقص 2 زائد 2 ويساوي 0، إذا المعادلة 3 محققة، وبالتالي المستقيمين متقاطعين. لإيجاد إحداثيات نقطة التقاطع، يا أما منعوض هون الإس ب 2، يا أما منعوض هون التي ب 4. رح عوض هون الـ T بأربعة، أربعة زائد ثلاثة سبعة، والواي هي ناقص واحد. ناقص 2 ضرب 4 ناقص 8 زائد 1 هي ناقص 7. بهالشكل بنكون أوجدنا إحداثيات نقطة تقاطع المستقيمين. الآن الوضع الرابع للمستقيمين، المستقيمين متخالفين. المستقيمين متخالفين. في عندي المسألة رقم 3 صفحة 84. طبعا هاي المسألة مثال على المستقيمين المتخالفين. لدينا مكعب بهالشكل، A B C D E F G H. لدينا I منتصف B C، والنقطة J منتصف C D، النقطة J منتصف C D، K منتصف E H. وليكن المعلم A هو المبدأ، A B AD AE. إذن المحاور، هذا المحور X وهذا المحور Y وهون المحور Z. أعطي تمثيلا وسيطيا لكل من المستقيمين IK وFG. سؤال ثاني: أيتقاطع المستقيمان؟ هل هما متقاطعان؟ هل تقع النقاط I و K و F G بمستوي
واحد، أولا حأكتب التمثيلات الوسيطية، بدي إحداثيات النقاط. النقطة I هنا أسقطنا، طبعا بفرض هون طول حرف المكعب هو واحد، فالنقطة I واحد نصف صفر، والنقطة K، نقطة K هنا إذا أسقطنا الإكس هي صفر نص واحد، النقطة F إذا أسقطنا واحد صفر واحد، النقطة G أخيرا إذا أسقطنا هي نصف، أسقطنا هي واحد صفر. لنوجد شعاعي توجيه I K، K ناقص I صفر ناقص واحد، نصف ناقص نصف صفر، واحد ناقص صفر صفر، و FJ شعاع مستقيم، شعاع توجيه المستقيم الثاني، نصف ناقص واحد هي ناقص نصف، واحد ناقص صفر وصفر ناقص واحد. التمثيلات الوسيطية ل FJ هي X يساوي هذا شعاع التوجيه يعني ناقص نصف تي، طبعا هون فينا ناخد اف او جي، رح اخد اف زائد واحد، واي يساوي تي زائد صفر، زد يساوي ناقص تي زائد واحد. اما بالنسبة للمستقيم الثاني يلي هو اي كي، اكس يساوي ناقص اس، رح غير اسم الوسيط، رح آخذ النقطة إما I أو K، رح آخذ النقطة I زائد واحد، Y يساوي صفر T زائد نصف يعني نصف، Z يساوي S زائد صفر، أخذنا النقطة I بهالشكل. الآن رح نحلهم حل مشترك، إن ناقص S زائد واحد يساوي ناقص نصف T زائد واحد، وبالتالي نصف تي ناقص اس يساوي الصفر، هاي المعادلة رقم واحد. المعادلة الثانية واي يساوي واي، بتعطينا واي، بتعطينا تي يساوي نصف، إذا المعادلة الثانية عطتني قيمة التي. أيضا المعادلة الثالثة ناقص تي زائد واحد يساوي اس، وبالتالي تي زائد اس ناقص واحد يساوي الصفر، وهي المعادلة رقم 3، وهي المعادلة رقم 2. نعوض 2 في 1 حتى أحسب الإس، ناقص نصف ضرب نصف هي ناقص ربع، ناقص إس يساوي الصفر، هي بتعطيني الإس يساوي ناقص ربع. نعوض الحل في 3، التي هي نص، ناقص ربع ناقص واحد، واضح انه طبعا هون هي بتصير 2 ناقص 1، 2 ناقص 1 هي 1 على 4 ناقص 1 ويساوي ناقص 3 على 4 لا يساوي الصفر، اذا غير محققة، وبالتالي هنا المستقيمان من غير متوازيين وغير متقاطعين متخالفان، أي كل مستقيم واقع بمستوي مستقل عن الآخر، وبالتالي بما أن المستقيمين متخالفين فتكون النقاط I و F و K و J لا تقع بمستوي واحد، لا تقع بمستوي واحد. إذا بعد ما نحل معادلتي التمثيلات الوسيطية للمستقيمين، إذا المعادلات الثلاثة تحققت كان المستقيمان متقاطعان، وإذا ما تحققت كان المستقيمان متخالفان. ونتابع بالدرس القادم.